ونتحول الآن إلى ألمانيا. فقبل 5 أسابيع من استعداد الألمان للتوجه إلى مراكز الاقتراع، أظهرت استطلاعات الرأي تصاعد شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي ليتساوى مع التحالف المسيحي. للمزيد حول هذه الانتخابات في ألمانيا ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من برلين الزميل عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز. عربي، بداية، ما دلالة ذلك الأمر تصاعد شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأن يكون متساوي مع التحالف المسيحي؟ الدليل الوحيد أن ربما أن مستشار ألمانيا القادم سيكون هو أولاف شولز وزير المالية الحالي، وهو نائب المستشار الألماني أنجيلا ميركل أيضا، هو مرشح الحزب الاشتراكي. كانت مفاجأة خلال الأيام الماضية أن ترتفع النقاط لصالح أولاف شولز أو لصالح الحزب الاشتراكي حتى أن تساوت مع الحزب المسيحي الديمقراطي، على الرغم من أن فرق النقاط كان تقريبا 2 إلى 3 نقاط. الحقيقه دي ادت الى ازمه كبيره لصالح ارمن راشيد مرشح الحزب المسيحي، ان احد النائبات وعضوات الحزب المسيحي الديمقراطي طالبت ارمن راشيد تحديدا بان خلال الفتره المقبله، خلال 2 أسبوع من الان، اذا لم يجد حلولا حتى يكسب اصوات اكثر لصالحه، يجب ان يتنحى عن تمثيل الحزب المسيحي الديمقراطي على منصب المستشار. وكانت ضربه قويه جدا فضلها مرشح الحزب المسيحي الذي سيخلف ميركل أرمن راشيد. ولكن الحقيقه الجميع هنا في المانيا، المحللين تحديدا، يصفون ان شعبيه أولاف شولز مرشح الحزب الاقتصادي هي اعلى اساسا من شعبيه الحزب الاشتراكي نفسه، وده اللي يساعد أولاف شولز، لان اجاباته دايما واضحه ومحدده عندما يتوجه للصحفيين بالمناظرات لاي اسئله مرتبطه بالاقتصاد او الاتحاد الاوروبي وما الى ذلك. نعم، هل هذا هو الفاصل او عامل التغير الوحيد الذي حدث؟ هل هذا هو أساس ما يريد المواطن الألماني من هذه الانتخابات؟ الحقيقة دعاء المواطن الألماني تحديدا مرتبط جدا بشخصية المستشار أو شخصية الناس اللي بيمثلوا الأحزاب هنا في ألمانيا، بخلاف طبعا الحزب بشكل عام، ولكن الشخصية نفسها بتلعب دور. 63% من تعداد سكان ألمانيا موافقين على أو راضيين عن أداء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال الفترة الماضية، ومستعدين أن تقود ميركل حبة جديدة إذا أرادت. 63%، لذلك حتى يكسب الحزب المسيحي الديمقراطي أصوات أكثر لصالح أرمن راشيد، خرجت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أول أمس وقالت أنها تدعم أرمن راشيد كمرشح للحزب المسيحي حتى يكسب مزيدا من الأصوات. ولكن على العكس تماما، حتى الآن هي الأزمة الأساسية هي أرمن راشيد تحديدا. شخصيه ارمن راشيد اجاباته غير واضحه، ممثل الحزب المسيحي الديمقراطي كانت لديه هفوات ووقعات كثيره عندما ضحك عندما زار مع رئيس المانيا شتاين ماير في غرب المانيا وقت الفيضانات. كان شتاين ماير رئيس المانيا واضح عليه الغضب الشديد جدا والحزن على الناس الذين توفوا هناك نتيجه الفيضانات، ولكن في نفس اللحظه الى جانبه كان هناك ارمن راشيد يضحك على سبيل المثال. وهي واقعه شهيره جدا هنا في المانيا ادت الى انه خسر اصواته خلال الفتره الماضيه. الحقيقه هو شخصيه المرشح تحديدا بعيد عن الحزب تلعب دورا كبيرا جدا عند المواطن. اذا الموضوع ليس متعلقا ببرنامج متعلق بحزب فقط، لكن الموضوع ايضا متعلق بردود افعال هذا المرشح الممثل لهذا الحزب. يعني واللافت للانتباه ايضا انك تؤكد على ان هذا الامر يؤثر وبشكل كبير مع الناخب الالماني. ده حقيقي، دايما شخصيه المرشح الذي يطرحه اي حزب في المانيا يلعب دورا كبيرا جدا. لذلك على سبيل المثال الحزب الاشتراكي لم يدفع برئيسه الحزب سافكا افكين، ولكن الحزب الاشتراكي دفع بأولاف شولز وزير الماليه الالماني، لانه له شعبيه كبيره جدا هنا داخل المانيا نتيجه خبراته الكبيره هو محامي. ايضا الحزب الخضر دفع بانالينا بيربوك كسيده يامل ان تخلف المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل، على لانها هي ايضا محاميه في القانون الدولي ولها شعبيه كبيره هنا في المانيا بين حزب الخضر، والحزب لم يدفع برئيس الحزب الاخر الذي يشارك انالينا بيربوك رئيس حزب الخضر في رئاسه الحزب، دفع بالسيده املا من خلافه المستشاره الالمانيه ميركل. هم يلعبون على هذا الوضع في حزب الخضر ان المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل كانت سيده، وبالتالي تاتي انالينا بيربوك ربما سيعطيها الناخب الالماني ايضا صوته، لانها سيده ستثير ربما بنفس قوة المشاركة الألمانية أنجيلا ميركل خلال 16 عام الماضي. نعم، عربي، سؤال طبيعي عندما نتحدث عن انتخابات، عندما تكون انتخابات دائما السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي يريده المواطن الألماني الذي من المفترض أن تحدث انتخابات في بلده في المرحلة القادمة؟ هل هناك نقاط معينة أو أمور معينة يسعى إليها المواطن الألماني في المرحلة القادمة؟
الحقيقه خلال المرحله دي تحديدا هي ازمه كورونا وازمه الفيضانات التي ضربت غرب المانيا، هي الازمه الاقتصاديه الان الموجوده هي المسيطره على التفكير على الاقل. بالطبع، لان هناك شركات كثيره هنا في المانيا افلست، تحديدا عدد كبير جدا من الموظفين فقدوا وظائفهم، ولكن الوضع الاقتصادي مسيطر، وخاصه الاغلاق العام لوك داون، اي اغلاق عام سيدفع في المستقبل. لذلك خرج ارمين لاشيت تحديدا بالامس وصباح اليوم ايضا وقال اذا انتخبتوني، ارمين لاشيت مرشح الحزب المسيحي، اذا انتخبتوني لن يكون هناك اغلاق عام في المانيا في المستقبل. هو ايضا يلعب على هذا الوقت، لان الالمان لا يريدون اغلاق عام هنا في المانيا، ولا خطط الحكومه بشكل عام. لكن المواطن الالماني بشكل عام يركز تحديدا على الامور الاقتصاديه والخاصه بالمناخ ايضا التي اكد عليها جميع الاحداث في مرتبات. نعم، عربي مرزوق مراسل اكسترا نيوز من المانيا، جزيل الشكر لك على هذه المداخله، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم لختام هذه الجولة، والتي من خلالها تجولنا سويا، ذهبنا إلى ألمانيا، ذهبنا إلى سور مجرى العيون، تحدثنا عن مشروع معا، وبالتأكيد تحدثنا عن اللقاحات والتطعيمات وجهود الدولة في توفير اللقاحات، وتحدثنا أيضا مشاهدينا الكرام عن الجهود المصرية في إعادة إعمار غزة مرة أخرى.